القسم الأول: إعداد المسرح، خارطة الطريق للكتابة الفعالة. الكتابة رحلة، إنها ليست مجرد كلمات على ورق، بل هي وسيلة لنقل الأفكار والمشاعر. إنها تدور حول اصطحاب القارئ في مكان ما وجعله يرغب في الانضمام إلى الرحلة. يجب أن يشعر القارئ بأنه جزء من القصة وأن يكون متحمساً لمعرفة المزيد. للقيام بذلك يجب أن نكون متعمدين. يجب أن نختار كلماتنا بعناية وأن نضع كل جملة في مكانها الصحيح. كل جملة، كل فقرة، كل قسم يجب أن يكون له غرض. ستكون هذه المقالة دليلك. سنرشدك خلال كل خطوة من خطوات الكتابة الفعالة. سنستكشف فن كتابة المقدمات الفعالة، لا سيما للأقسام المختلفة داخل عملك. المقدمات هي المفتاح لجذب انتباه القارئ من البداية. سنتعمق في قوة طرح الأسئلة لإشراك قارئك وجعله يفكر. الأسئلة تفتح الباب للنقاش وتثير الفضول. تعرف على كيفية الانتقال بسلاسة بين الأفكار، مما يجعل قارئك يتوق إلى ما سيأتي بعد ذلك. الانتقالات الجيدة تجعل النص يبدو متماسكاً وسلساً. في النهاية، سيكون لديك الأدوات اللازمة لصياغة كتابة واضحة وجذابة وفعالة. هيا نبدأ. دعونا نبدأ هذه الرحلة معاً ونكتشف أسرار الكتابة الفعالة. القسم الثاني: فن المقدمة، جذب انتباه قارئك. تخيل أنك تلتقط كتاباً وتقرأ الجمل القليلة الأولى. ما الذي يجعلك ترغب في مواصلة القراءة؟ المقدمة القوية أمر بالغ الأهمية. إنها تحدد النغمة وتغري قارئك بالتعمق أكثر. اعتبرها بوابة كتابتك. يجب أن تثير المقدمة المصاغة جيداً فضول القارئ، مما يمنحه لمحة عما سيأتي دون الكشف عن كل شيء دفعة واحدة. يجب أن تكون واضحة وموجزة وذات صلة بالموضوع المطروح. سواء كنت تكتب مقالاً أو مقالة أو حتى قصة قصيرة، فإن المقدمة هي فرصتك لتقديم انطباع أول. اجعلها مهمة. القسم الثالث: صياغة مقدمات أقسام مقنعة، توجيه قارئك. مثلما تمهد مقدمة قوية الطريق لقطعتك بأكملها، فإنها تضع الأساس لما سيأتي. يحتاج كل قسم في كتابتك إلى مقدمة مصغرة خاصة به، تعمل كدليل للقارئ. تعمل مقدمات الأقسام هذه كعلامات إرشادية توجه القارئ خلال عملك وتساعده على فهم السياق. إنها توفر إحساساً بالبنية والترابط، مما يسهل على القارئ متابعة مسار أفكارك ويعزز من وضوح الرسالة. يجب أن تلخص مقدمة القسم الجيدة بإيجاز النقطة الرئيسية لذلك القسم وتوضح أهميته. يجب أن تنتقل أيضاً بسلاسة من القسم السابق، مما يخلق تدفقاً منطقياً للأفكار ويجعل الانتقال بين الأفكار سلساً. تذكر أن الوضوح هو المفتاح. يجب أن تكون الأفكار واضحاً ومباشرة. لا ينبغي أن يكافح قارئك لفهم إلى أين أنت ذاهب أو لماذا. اجعل كل قسم واضحاً ومترابطاً. القسم الرابع: قوة الأسئلة، إشراك عقل قارئك. الآن لنتحدث عن المشاركة. كيف تبقي قارئك ملتصقاً بالصفحة، متشوقاً لمعرفة ما ستقوله بعد ذلك؟ تتمثل إحدى أكثر الطرق فعالية في طرح الأسئلة. تجبر الأسئلة القارئ على التوقف والتفكير. إنها تحول القراءة السلبية إلى حوار نشط. عندما تطرح سؤالاً، فإنك تدعو القارئ للمشاركة في محادثة معك. هذا يخلق إحساساً بالألفة والتواصل، مما يجعل القارئ يشعر بأنه مشارك نشط في السرد المتكشف. لكن لا يكفي مجرد طرح أي سؤال. المفتاح هو طرح الأسئلة الصحيحة في الوقت المناسب. القسم الخامس: طرح الأسئلة الصحيحة، إثارة الفكر والفضول. يكمن فن طرح الأسئلة الفعالة في فهم جمهورك والغرض من كتابتك. إذا كنت تكتب عن موضوع معقد، فقد تطرح أسئلة مثيرة للتفكير تتحدى افتراضات القارئ. إذا كنت تكتب سرداً شخصياً، فقد تطرح أسئلة تعكسية تدعو القارئ للتواصل مع تجاربك على المستوى العاطفي. المفتاح هو اختيار الأسئلة ذات الصلة بالمحتوى وتحفيز عقل القارئ.
لا تخف من أن تكون مبدعاً ومرحاً في أسئلتك. يمكن أن يكون السؤال الخطابي في مكانه الصحيح بنفس فعالية السؤال المباشر. القسم السادس، الانتقال بين الأقسام، خلق تدفق سلس. الآن بعد أن explored قوة الأسئلة، دعونا نرى كيف يمكننا استخدامها للانتقال بسلاسة بين الأقسام. الأسئلة ليست مجرد أدوات لجمع المعلومات، بل هي أيضاً أدوات قوية لربط الأفكار. تتمثل إحدى التقنيات الفعالة في الإجابة على السؤال الذي طرحته في القسم السابق. هذا لا يساعد فقط في توضيح النقاط، بل يخلق أيضاً استمرارية في السرد. هذا يخلق جسراً طبيعياً بين الأفكار، مما يظهر للقارئ كيف ترتبط الأجزاء المختلفة من كتابتك. عندما يرى القارئ أن هناك تدفقاً منطقياً بين الأقسام، يصبح من السهل عليه متابعة الأفكار. على سبيل المثال، إذا أنهيت القسم السابق بسؤال حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، فقد تبدأ القسم التالي بقول شيء مثل: إن الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة على الإطلاق. يمكنك بعد ذلك الغوص في التفاصيل، مما يجعل القارئ يشعر بأنك تأخذ بيده خلال الرحلة. من خلال نسج الإجابة في مقدمة القسم التالي، فإنك تنشئ تدفقاً سلساً يبقي القارئ منخرطاً. هذا النهج لا يعزز فقط الفهم، بل يجعل القراءة تجرباً أكثر إمتاعاً وتفاعلية. تذكر دائماً أن الهدف هو إبقاء القارئ مهتماً ومشاركاً في كل خطوة. القسم السابع، أهمية إشراك القارئ، إبقاء جمهورك مدمناً. في عالم اليوم سريع الخطى، يعد الانتباه سلعة ثمينة. يتعرض القراء للقصف المستمر بالمعلومات، لذلك من المهم أكثر من أي وقت مضى جعل كتابتك تبرز. هذا هو المكان الذي يأتي فيه دور إشراك القارئ. الكتابة الجذابة هي الكتابة التي تجذب انتباه القارئ وتبقيه مدمناً حتى آخر كلمة. إنها الكتابة التي تثير فضولهم وتجعلهم يفكرون وتتركهم راغبين في المزيد. باستخدام التقنيات التي ناقشناها، مثل صياغة مقدمات مقنعة وطرح أسئلة مثيرة للتفكير، يمكنك تحويل كتابتك من مملة ومنسية إلى نابضا بالحياة وجذابة. القسم الثامن، تجميع كل ذلك معا، الكتابة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. لقد غطينا الكثير من الأمور في هذه المقالة، لكن النتيجة الرئيسية هي الكتابة الفعالة هي أكثر من مجرد تجميع الكلمات معا. إنها تدور حول صياغة تجربة لقارئك، تجربة غنية بالمعلومات وممتعة. من خلال اتقان فن كتابة المقدمات القوية وطرح الأسئلة الجذابة والانتقال بسلاسة بين الأفكار، يمكنك الارتقاء بكتابتك إلى مستوى جديد تماماً. تذكر أن الكتابة مهارة يمكن تعلمها وصقلها من خلال الممارسة. لذا استمر في الكتابة واستمر في التجربة، والأهم من ذلك ضع قارئك في الاعتبار. القسم التاسع، دورك، شاركنا أفكارك وتجاربك. الآن أود أن أسمع منك، ما هي أكبر التحديات التي تواجهها عندما يتعلق الأمر بكتابة مقدمات الأقسام؟ ما هي التقنيات التي وجدتها مفيدة في إشراك قرائك؟ شاركنا أفكارك وتجاربك في التعليقات أدنى. أنا دائماً أبحث عن طرق جديدة لتحسين كتابتي والتواصل مع زملائي الكتاب. دعونا نتعلم من بعضنا البعض.